مرحبا بكم في النشرة الاقتصادية. أقفل مؤشر البحرين العام اليوم بانخفاض وقدره 2.6 عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الخدمات وقطاع الفنادق والسياحة. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 1,938,603 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 299,558 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 10 صفقات. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الخدمات، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته نحو 79% من القيمة الإجمالية للأسهم.